يتواصل الجمال معكم في صباح الشروق من خلال تجواننا دائما في كل مكان في هذا الوطن الحبيب السودان. السودان ما قد كان وما سيكون دائما الأمنيات لهذا الوطن الحبيب بأن يرفل بالأمن والأمان والطمأنينة وأن يعم فيه السلام وأن يعم الرخاء في كل مكان عبر جغرافيا المختلفة وعبر هذا التنوع المتميز. دائما يا حمزة كاميرا صباح الشروق حاضرة وتجوالنا حاضر شمالا جنوبا شرقا وفي الغرب أيضا غربا والوسط. الشيء الجميل برضو أنه من خلال صباح الشروق برضو بننقل الجمال بتاع السياحة. ده بكون محفز صباحا لكل المستثمرين لكل أيضا السياح سياحنا هنا الداخلين. إحنا دائما ما بنزور السياحة الداخلية ما السياحة الداخلية ولا محتاجة شغل تمديم بس على الدخل الخارجي اللي بيجينا من السياح. على العموم شلال السبلوجة ممكن يكون هو مرتع ومنظر سياحي او مشيت مكان انت؟ انا ما مشيت. طيب انت مشيت في الناس انا شفت يعني شفتها من خلال التقارير الموجوده يعني بالنظر ممكن برضه نسافر ونشوف اي مكان والله يعني. بالنظر دي سيئه بعد المناسبه كده نحاول نشوف بعد ذاك ونتفاكر انا وحسام. طيب الشلال السادس او شلال سبلوغا يبدا من هذا المضيق وجعل الشلال من هذه القرى المطلة عليه قرى سياحية يقصدها الرحالة والأجانب من بقاع العالم المختلفة. لذا اهتم أهل هذه القرى بإنشاء مواقع في مزارعهم واتخذوا الإرشاد السياحي مهنة ثانوية يزاولونها ببساطة وطيبة أهل القرية دون ما تعقيدات. جمال الطبيعة بالقرب من الشلال أكسب هذه القرى خواص الجذب السياحي. تنتشر أشجار الدوم على ضفاف النيل بشكل كثيف، كما تكثر الجزر وسط النيل عند انحدار الشلال، وتتخذ أنواع من الطيور هذه الجزر مساكن لها. وهنا يقف هذا الطائر المسمى بصديق التمساح متأملا في روعة الشلال. وبالقرب من الشلال تنشط حركة المراكب في أوقات الصباح بين ضفتي النيل لتقل المواطنين أو تتفقد شباك صيد الأسماك المنتشرة في النيل، ويعتبر الشلال مصدر رزق للصيادين من أبناء المنطقة. جزيرة ميسكيت تقع في منتصف النيل وتشكل جزءا من شلال السبلوغا، ويروى أن هذه الجزيرة كانت ملكا لعجيب المانجولوك أحد حكام فترة السلطنة الزرقاء بمملكة العبدالله، لكنه تنازل عنها لرجل صالح من أهل المنطقة يدعى الشيخ الفكي حسين والذي اتخذ منها مكانا للتعبد. جزيرة ميسك الكيت تعني التمساح، فالجزيرة تغمرها المياه في وقت الفيضان لتنشط بها عمليات الزراعة، وهي تعتبر مكانا تاريخيا لأهل المنطقة الذين أشتهروا بالتصوف. أينما ذهبت أو تجولت في أراضي السودان الواسعة فإنك ستجد شيئا ما يميز المكان الذي ذهبت إليه. هنا على ضفاف النيل تستلقي قرية الميسيكتاب جنوب بولاية نهر النيل. القرية تميزت باحتضانها لمعلم تاريخي وسياحي هو شلال السبلوغا. إنسان المنطقة كغيره من أهل السودان يمتهن الزراعة والرعي، وتعتبر الخضروات ومحصولات الفول والباذنجان والبطاطس الأكثر زراعة، كما استفاد إنسان المنطقة من جريان النيل بالقرب منه في زراعة محصولات شتوية أخرى. وهنا في وادي الجيدوم لفت انتباهنا فضل المولى وهو يرعى الإبل. فضل المولى يتجول مع هذه الإبل معظم أوقاته، فهو يعشق الرعي منذ سنوات طويلة وعمل في ذات المهنة خارج السودان، ويقول إن الإبل تعرف الكثير عن الإنسان وتعرف أكثر عن مالكها، وتهرب أيضا عند سماعها لوقع خطوات الغريب، وأن للعرب أحاديث ذات شجون عن الإبل. توجد بمنطقة الشلال السادس معالم تاريخية وأثرية تعود إلى تاريخ السودان القديم، ويحكى أن الملك لوكا وابنته سبأ كانوا يقطنون منطقة الشلال التي سميت في تلك الفترة منطقة سبأ بنت لوكا،
أما تسمية الشلال بسبلوجة فهي تسمية أطلقها مواطنو المنطقة على الشلال لتقارب أصوات المياه عند الشلال بمياه المطر التي تمر عبر السبلوجة. تحيط بمنطقة الشلال سلسلة جبلية تمتد على ضفتي النيل، وعلى الضفة الغربية منه تقع مزرعة العم محمد موسى، فالمزرعة برمتها مكان أثري وتاريخي نظرا لوجود آثار الثورة المهدية المتمثلة في الطابية التي صممت للدفاع عن الخرطوم عند هجوم غردوم باشا. وهذه الحجارة المتراكمة كانت منزلا لواد حسوب أحد ملوك العبدالله. معظم أهالي منطقة شلال السبلوجة يحفظون عن ظهر قلب تاريخ هذه المنطقة التي اشتهرت بوجود الشلال، وربما يبهرك البعض منهم في سرد تاريخ المنطقة، وهي تحتاج لإجراء المزيد من الدراسات لما تزخر به من مقومات أثرية وتاريخية وسياحية.